تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاصبر بداية دين التربت يداك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يا أخي محمد، زوجني أختك الأنسة مي مسعد صالح البكر الرشيدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصداق المسمى بينه الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وزوجتك إياها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله والحمد لله رب العالمين وإني توكلت على الله العظيم وقبلت زواجها لنفسي قولوا معي بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.